صوت البادية. إذاعة طنجة في زيارات ميدانية للبادية المغربية. إعداد وتقديم سامية المدن. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في لقائنا الأسبوعي من خلال البرنامج ديال الصوت البادية. كما وعدتكم الأسبوع اللي فات يعني قلت ما غادي نخرج لشي بلاصة، واليوم ما شاء الله قصدنا واحد المكان اللي كان يعني مخطط له شحال هذه، ولكن الظروف ما كانتش مواتية أننا نمشيو ليه. واحد المكان ما سبقناش مشينا ليه، وانتم كنظن ما يعني الأغلب الناس ما عارفينش عليه معلومات كثيرة. هذا يعني الأمر كيتعلق بواحد الدوار اللي هو دوار جميل بزاف، كانوا يعني سابقا كيتسمى دوار الشينوا، اللي كيتوجد في جامعة دي العامر السفلى إقليم قنيطرة، واللي دابا ولات سميتو القرية الفيتنامية. هاد الدوار هذا يعني اللي هو خليط بين مغاربة وفيتناميين، يعني نتيجة ديال الزواج المختلط كنلقاو إما فيتناميات مزوجين يعني بمغاربة أو مغاربة مزوجين فيتناميات، مهم مخلطين في الناس وفي العرق، وبالتالي عطانا هاد التشكيلة هادي ديال هاد المجموعة ديال المواطنين اللي كيسكنوا هنا في هاد القرية اللي ولات سميتها القرية الفيتنامية. حنا كنتوجدوا بالضبط في هاد البوابة اللي يلا تشنت هادي واحد الشهرين، ويعني واحد المكان اذا بغيت نوصف لكم يعني المكان، هي يعني واحد القريه اللي هي جميله جميله جدا جدا، يعني بالعين هكا يعني الانسان خصو يجي ويشوف. واحد القريه رائعه جدا يعني بحكم انها كتواجد في هذه المنطقه هذه اللي هي منطقه فلاحيه بامتياز، يعني كلها خضراء، و يعني المنازل عباره عن فيرمات صغيرين يعني دايرين بالغريصه ومنظمه بواحد الشكل رائع جدا، بالاضافه لهاد البوابه اللي كتحمل يعني غادي نشوف الناس اللي معايا هنا هما اللي غيشرحوا لي يعني شنو هاد الاشكال الهندسيه اللي يعني اللي كتميز بها واللي مبنيه بها باش ناخذوا فكره. المهم هاد البوابه كتعطي عطات واحد الرونق واحد الجماليه كبيره لهاد القريه هذه الفيتناميه، اللي منا مباشره غادي نقلكم الحلقه اليوم برنامج صوت الباديه. طبعا معايا واحد المجموعه ديال الناس اللي غادي من خلالهم غادي يعني نقلوا هاد الفصول ديال هاد الحلقه هذه. معايا ايوب سليته اللي غيتكلمنا على الفلاحه بحكم انها هي النشاط الرئيسي لهاد الناس هادو، وكذلك معايا السي احمد الفقير من ابناء المنطقه، ومعايا السيده حكيمه رشدي اللي هي مساكنه ديال هاد المنطقه هذه. طبعا مرحبا بكم مستمعي الكرام في القرية الفيتنامية. إذن كما جات العادة مستمعي الكرام، دائما كنحاول نبدا بالشخص اللي كيكون يعني اكبر سنا باش كنتعرفوا معاه على المنطقة وعلى التاريخ ديالها بالخصوص. إذن البداية غادي تكون مع السيدة تيان او لا فاطمة كما كيسميوها هنا في القرية الفيتنامية، وطبعا لا انا ولا انتم مستمعي الكرام غادي نعرفوها اش كتقول، لان هي كتكلم الفيتنامية وبالتالي غادي صعب علينا نعرفوها شنو كتقول. انا خديت يعني الترجمة من عند واحد ضيفة هي معايا هنا كتقل العربية والفيتنامية، وغادي نقل لكم يعني الحوار اللي غادي يدور بيني وبين السيدة تيا. لا فاطمة مرحبا بك. تاو شكوايا ويشان دان. مرحبا بكم في هاد القرية الفيتنامية، وسنة سعيدة للجميع المغاربة والجالية الفيتنامية. هاد السنة اللي كنتمنى أنها تكون مليئة بالخير والمسرات، وحنا كنتواجدوا في هاد القرية الفيتنامية اللي عليها تقريبا 55 سنة دي باش تأسست، يعني في 1972 15 يناير كان أول دخول لنا للمغرب. بغيت لفاطمة غير تقولنا يعني كيفاش تجيتوا من هاد القرية هذه الفيتنامية اللي كانت شحال هذه سميتها دوار ديال الشينوا، شكون اللي جابكم هنا وكيفاش تواجدتوا هنايا؟
كما ان تيمفو اذا بعد الاستقلال اعطى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني الاوامر ديالو بنقل جميع الجنود المغاربه واللي كان العدد ديالهم تقريبا 80 جندي مرفوقين بالعائلات ديالهم وخيرهم الحسن الثاني الله يرحمه اما ياخذوا مناصب اداريه او لا ضيعات فلاحيه هذا يعني اغلب العائلات اختاروا المجال الفلاحي بحكم انهم كانوا كيتقنوا الفلاحه وكانت هي النشاط ديالهم في الفيتنام يعني في الثلاث سنوات الاولى كانت الحكومه المغربيه هي اللي مكلفه بجميع المصاريف والاعانات حرث ديال الاراضي من بعد تم التقسيم ديال الاراضي بين الاسر وكل واحد اصبح كيخدم بوحده تيان يعني ملي جيتي هنايا للمغرب شحال كانت شحال واش كانوا عندك وليدات شحال كانوا عندك يعني شنو كنتوا كتعملوا كيفاش قدرتوا تعيشوا مع يعني هنايا مع المغاربه وحنا كنعرفوا اللغه الفيتناميه صعيب اننا باش يعني الواحد يتفاهم معكم فيها مداوتي انت بعدي بي تشونغ بي كون ملي دخلنا في الاول فعلا جبرنا صعوبه كبيره في التعامل باللغه العربيه لان ما كانش الناس كيعرفونا ولا كيفهمونا شنو كنقولوا ولكن جبرنا ترحيب كبير من طرف الجيران وخاصه يعني العائلات ديال الازواج ديالنا لان في البدايه كنا متفرقين في مناطق كثيره من المغرب لان كل واحد مشى مع الزوج ديالو اللي كان في منطقه معينه بعد عاد طالبنا بالتجمع في هذه القريه هذه على الطريقه اللي كنا مجموعين بها في الفيتنام وكان ما ننساش يعني الفضل ديال العائلات ديال الازواج ديال ديالنا هما اللي ساعدونا في التاقلم والانسجام مع يعني التقاليد والعادات المغربيه ومع الوقت تغلبنا على الامر تيان غير بالنسبه لوليداتك اللي جبتي معك يعني شنو واش كملوا الدراسه ديالهم كيفاش كانت يعني الحياه ديالهم هنايا من بعد ما دخلوا المغرب Mà trẻ con thì nó còn bé thì chúng nó học nhanh thôi, cũng học về giống như là đi chơi với trẻ con, đi ra ngoài thì... فاش دخلنا المغرب يلاه كانوا وليداتي وصلوا للسن ديال التمدرس كانوا بين 6 سنين و7 سنين وكان الاب ديالهم هو اللي كيقريهم وكيعلمهم اللغه العربيه ولما تسجلوا في المدارس لقوا دعم كبير من الاساتذه والحمد لله يعني بسرعه تاقلموا في العامين الاوليه والكل تفاجأ بسرعه الاندماج ديالهم وكذلك النتائج لان كانت عندهم ذاكره كبيره والحمد لله كاين اللي تخرج في اطر طبيه وفي التعليم وفي مهن حره كالطبخ وغيره تيان شنو يعني النشاط اللي يعني اللي كتعيش منه الدخل شنو يعني باش عايشين هنايا في القريه ديالك دوتين دي باي không có gạo thì cũng ăn bánh mì thôi vì Việt Nam chúng tôi cũng có bánh mì إذن الحاجة الوحيدة اللي معروفة بها الضيعة هي الفلاحة وتربية الماشية واللي كيمارسوها الآباء لأن الأبناء يعني اختاروا مهن أخرى كما قلت لك mỗi người mấy con cừu xong rồi chia nhau ra mỗi người một con mỗi người một con bò sữa cũng nuôi cũng vắt sữa cũng bán mới lấy cái sữa để ăn mới lại chăn nuôi mới rồng rọt rau riếc để ăn chứ còn tiền thì كيف بس كسب لك القرية الفيتنامية دابا يعني لقرنها دابا مع شحال lúc mới về đây thì bây giờ thì khác nhau nhiều lắm mà bây giờ là طبعا كاين واحد الفرق كبير بين هذه المنطقه هذه في البدايه ديالها والان لان في الاول كانت هذه المنطقه مهمشه بزاف ما كانتش الطريق ما كاينش الماء ما كانش الضوء السبيطار يعني ما كانت حتى شي حاجه حتى الوسائل ديال العيش وديال الماكله ما كانتش متوفره وفي 1972 عاد شن هذا الباب هذا اللي سميتو البوابه ديال الفيتناميين وبفضل الاوامر ديال جلاله الملك محمد السادس والسفاره الفيتناميه دار هذا الباب هذا يعني مؤخرا واللي ساهم في تغيير كبير ديال القريه هذه واللي بها وسببها تم التدشين ديال هذا الطريق هذه اللي استفدنا منها اكثر واللي فكت علينا العزله حنا والدواوير اللي مدايرين بينا واحد المساله اللي معروفين بها النساء ديال الفيتنام وان يعني واخا كيكونوا كبارات في السن يعني كيبقاو محافظين على الرشاقه ديالهم على الصحه ديالهم شنو هو السبب اللي كيخليكم تبقاو هكا تبارك الله يعني بصحه جيده ومحافظين على الصحه ديالكم نون نام خمر نغي كا
السر ديال النشاط ديال النساء الفيتناميات يعني هو بسيط جدا. حنا عندنا النوم قليل، ما كنعسوش بزاف، ما كنتوقفوش من الخدمه، يعني كنتحركوا بزاف، كلشي كنعملوه بيدينا، ما عندناش يعني نساء كيعاونونا في الديور او لهذيك، كلشي كنعملوه بيدينا، بالاضافه اننا كناكلوا المنتوجات اللي كنزرعوها في الغرسه ديالنا، يعني داكشي اللي كنزرعوه هو اللي كناكلوه، كلشي طبيعي، ما كاينش فيه لا مواد كيماويه لا والو. ويستحيل اننا ناكلوا يعني الاكل المصنع او لا شي حاجه من غير اننا داكشي اللي هو طبيعي واللي كيعطينا الصحه وكيعاوننا على اننا ما نمرضوش. وبالاضافه الاهم شيء هو الرياضه. تيان الله يعطيك صحتك وتبقى دائما هكا بصحيحه ديالك وتبقى رشيقه وكتقابل الجريده ديالك والغنيمات ديالك، وبالتوفيق ان شاء الله لهاد القريه اللي هي جميله جدا، وان شاء الله تزاد تزيان ويعني تلحق لجميع يعني المرافق اللي مازال محتاجه ليهم واللي غادي نشوفوها مع الاخوان. كمان نيو يا كمان ام حسين. شكرا بزاف للحكومة المغربية وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس اللي فضلوا فضل السفارة ديال فيتنام والسلطات المغربية، يعني دعمونا حتى نشأنا هذه البوابة هذه اللي كيوازيها باب آخر في فيتنام سميتو باب المغاربة واللي عاد تم الترميم ديالو مؤخرا. وهذه الأبواب هذه يعني خصها غادي تبقى على طول السنين كتوحد بين الدولة الفيتنامية والمغربية، وباش الأجيال القادمة يعرفوا أن هذا هو المقر ديال الآباء ديال والأجداد ديالهم سواء هنا في المغرب أو لا في الفيتنام. أكوي بو نيغ ما مستمعي الكرام، يعني كان الحديث شيق مع السيده تيان فاطمه، وغادي نتوقف هنا مع واحد الاختيار غنائي ومن بعد غادي نواصلوا حلقتنا من برنامج صوت البديه اللي كنقل لكم مباشره من القريه الفيتناميه اللي كانت كتسمى سابقا دوار الشين وجماعه عامر السفلى اقليم قنيطره. Thank you.
صوت البادية. إذاعة طنجة في زيارات ميدانية للبادية المغربية. رجعنا لكم مستمعي الكرام، حنا باقيين كنتواجدوا في هذه القريه الجميله الرائعه جدا اللي خصكم في حقها تجيو تشوفوها، يعني قريه يعني مغربيه بملامح فيتناميه. الامر كيتعلق بهذه القريه الفيتناميه اللي كانت كتسمى كما قلت لكم سابقا دوار الشينوا اللي تبع جامعه عامر السفلى اقليم قنيطره. دابا غنمشي عند لاله حكيمه رشدي اللي هي من الساكنه ديال هذه القريه هذه باش تقربنا اكثر منا ومن اهم المرافق اللي كتوجد فيها هذه القريه هذه، يعني واش كتوفر على جميع المرافق الضروريه اولا شنو مازال ناقصكم شي حاجه لاله حكيمه؟ صباح الخير، مرحبا بكم في هذا الضيعة المتواجدة بجماعة عامر السفلية إقليم القنيطرة اللي مؤخرا تم التدشين ديالها. دابا تقريبا شي شهر ونص ولا شهرين باش تم التدشين ديالها ولات معروفة بالقرية الفيتنامية، معروفة على الصعيد الوطني على مهم، كانوا صحافة كانوا إذاعات كانوا كل شيء. حقيقة المرافق محتاجين بزاف بزاف ضروريات. اولا حكي من بداو بالمرافق اللي يعني شنو توصفنا هذا الشكل ديال البنايات اللي عندكم هنا، يعني السكنات وصفنا يعني شنو عندكم هنا، عاد نشوفوا الاكراهات اللي باقي عندكم. السكنات اللي هنايا هي عباره عن فيرمات ديال كل واحد كان هنا متواجد، سبعة العائلات اللي كانوا متواجدة هنا بالضبط سبعة العائلات كل واحد بالفيرمة ديالو. فيرمات هي عبارة عن ذاك البني القديم بالقرمود يعني كتعطي واحد المنظر زوين من بعيد، ديور مبنيين على الشكل كيفاش تقولوا بحال ذوك الأفلام اللي كتشوفهم بكري ديال شو سميتو بحال هكذاك، السقوفة ديالهم مصيمر بالقرمود، هما متواجدين وسط ضيعات فلاحية ودارين بين الجيران مغاربة، ولكن واحد شوية ديال البعد لأن هنا كاين الفيرمات كاينين سبعة كيف ما قلت لك سبعة العائلات اللي كاينين هنايا، ومعروفة وسط هاد الفيرمات هي تزرعوا شجر جميع الأشجار كاينة عندهم، شجر استوائية أشجار مغربية أشجار من البلدان ديالهم، تيجيبوا الغرس تيجيبوا الزريعة وكيزرعوا داكشي هنايا. جابوا النقالي ديال الغرس اللي في البيت محافظين عليهم مازال محتفظين، يعني في كل موسم كتلقاي الموسم ديال زراعة الخضر كتلقاي عندهم أنواع كثيرة من الخضر كيف ما كتشوف فيها في ملي كتشوفي شي برنامج آسيوي، كيف ما كتشوفي هذاك الشيء تما كتشوفيه كاين هنا كاين وسط الضيعة، يعني بداك اللباس هذوك الأمهات ديالهم بنفس هذاك اللباس بدوك الطريبشات بدوك كتلقاهم في ذاك الوقت ديال الفلاحة بالرغم بأنهم كبار في السن كتلقاهم بنفس التقاليد هكا دوك الطريبشات بدوك اللباسات ديالهم تيزرعوا دوك الحويضات ديال الخضرة لأنهم هما كيفضلوا يأكلوا داك الشيء بيو، يعني عندهم تخوف كبير من الأمراض ما تبغوش يجيبوا داك الشيء من الأسواق وداك الشيء، وعندهم واحد الحاجة تيحاولوا يبعدوا على اللحوم تيبعدوا يعني تياكلوا غير الخضر تياكلوا غير داك الشيء يعني طبيعي بزاف داك الشيء اللي كتلقاها معروفه وسط هاد الفيرمات هذه، فين ما مشيتي غتلقاي نفس الحاجه غتلقاها. نتوما هنا عندكم غير يعني غير السكنه ما عندكمش مثلا مدرسه قريبه اولا السبيطار قريب، يعني اذا ملي كنقولوا قريه يعني كتكون فيها المرافق كلها، نتوما يعني هنا عندكم غير السكنه. نبداو بالطريق، هاد الطريق هادي بالي دخلنا منا يعني شي شويه واقيلا باقا عاد كتصلاح ولا يعني هاد الطريق بفضل التشفين ديال هاد الباب وبفضل السفيره وبفضل الدعم ديال الجماعات، هي بكري كانت دائما كتكون عاطينها لك في تيجيو تيقولوا لك حضر حنا كنعبروا راه كندير كاين يعني كاين الاصلاحات، كدوز واحد الفتره ديال الانتخابات وداك الشيء ما كتلقاي حتى شي حاجه، غير كتفوت هذيك الفتره الانتخابات كتلقاي لا صوت لمن تنادي كيف ما تيقول وما كاين حتى شي حاجه، ولكن مؤخرا بالفضل ديالها ما نكذبوش بالفضل ديالها هي اللي وقفت على هذا الشيء وهي اللي كيف عطات مشات وصلات الامر وصلات المعاناه ديال الناس ديال ماشي غير حنا حتى المعاناه ديال الناس اللي ساكنين حدانا، معاناه كانت كبيره بالنسبه للطرقات، يعني ملي كيوصل الفصل ديال الشتاء كتلقاي واحد الصعوبه بزاف باش غادي تنقلي، يعني حتى شي واحد باش تعيط ليه يدخل عندك يديك توصلي للمدينه صعيب،
والصعوبه الكبيره هي الا كانت طاح شي حد مريض، ما حداك لا سبيطارات، ما حداك حتى مستوصف، ما كاينش حداك. يعني السبيطار اللي قريب في سيدي حيا في المدينه بعيد عليك ب 7 كيلومتر ديال الطريق. متصوري انت بالنسبه لشي واحد تتوقع عليه شي حاجه في الليل ولا شي حاجه، كيفاش غديري توصلي بطريق بالنسبه ل 7 كيلومتر ديال الطريق؟ وكان عندنا مشكل ديال الضوء، انقطاعات كبيره ديال الضوء. عام اللي فات كنا عشنا فتره ديال 8 شهور بلا ضوء، وهي اللي كان عندها الفضل، هي اللي ناضت مشات كتغوت على قالت غير معقول، انا عندي جاليه ديالي ساكنه هنايا وعايشين في واحد الظلام. عاد جاو عاد بداو كيصلحوا، عاد صلحوا هاد الطريق اللي داخله عندنا، ودابا الحمد لله وصل الامر للسلطات، وصل الامر لسميتو ما عرفتش انا بالضبط فين وصل الامر، ولكن مؤخرا شفت هذا الاشغال بدات في الطريق. دابا عطاهم عام من هنا للجويه خاص تكون الطريق معبده ان شاء الله، وكنتمنى من الله بان هاد المره تكون شي اعمال على ساقو كيف ما تيقولوا، ما عاوتاني ما غاديش يديروا دوك الاعمال ديالهم كيف ما كان، شويه تيجيو تيلبقوا الطرقان تيديروا تيمشيو كتوصل الانتخابات. راك انت عارفه ان شاء الله الطرق هذه سبناها، ماشي غير نتوما يعني حتى الدوابر المجاوره ولا الناس اللي ساكن، يعني هي طرق طويله تبارك الله، وغادي تفك المشكل ديال العزله. الا كانت صايبات هذه الطريق من طبيعه لها لا تفك العزله، لان هذه الطريق راه هي في حقيقه راه بحال رئيسيه، لان الا خرجتي من هنايا كتخرجك على طريق ناسيونال ديال طنجه قنيطره، يعني قريبه بالنسبه لي نحنا ولا الناس اللي كيستعملوا. ودابا كتل مشكل كبير، هانتي جيتي على غفله وشفتيني انا كنت غادا خارجه وشوفي المواصلات اللي اصلا انا معيطت عليهم باش نخرج، لان ما كيبغوش يدخلوا عندك على حساب الطريق. هادشي طبعا غادي ياثر على التعليم، على الوليدات اللي كيقراو. التعليم عندنا حنايا يعني مشكل كبير في التعليم، لان دابا هي المدرسه ديال الابتدائي اللي كاينه، اقرب مدرسه ابتدائي كاينه هنايا بعيده على الدواور هنا ب 4 كيلومتر ديال الطريق. انت حكمي ولد في السن ديال 7 سنين ولا 6 سنين غيضرب التراجي ديال 4 كيلومتر ديال الطريق، ما كاينش ترونسبور. وحتى بالنسبه للاعدادي اللي كينتقل من الابتدائي للاعدادي عندهم مشكل ديال هنايا تقريبا ما عرفتش 200 ولا 300 بلاصه اللي كاينه دابا، يا كاين جوج سيارات نقل هما اللي كاينين، و الا جيتي تشوفيها بالعين ديالك هكا يا غير صالحه، اصلا غير صالحه، لان سيارات نقل مدرسي بلا كراسه راه ما يمكنش. وبالنسبه عاوتاني داك التوقيت اللي دايرينها لهم شويه صعيبه، بالنسبه دابا اللي داخل مع العشره كيضطر يمشي من 7:30 الصباح، كتعرفي 7:30 الصباح الظلام، وخصوصا بالنسبه للاناث، يعني كيكون عندنا حنا تخوف كبير من بينهم. انا عندي بنت عندها 13 عام كتقرا في 9 اعدادي، كضطر دابا تمشي من 7:30 الصباح، ما كاينش باه ترونسبور حتى وحده، عندهم 10 دقائق باش تدخل تغدى وتخرج، وفي العشيه كتخرج مع الربعه كضطر تبقى حتى ل6:30 7 الا ربع تيدير بهم الديبار من سيدي حيا. وهضرنا بزاف على هذا المشكل باش يزيدوا لنا الاعداد ديال ناقله النقل المدرسي، حتى واحد ما كيستجب لك. الجمعيات ديال الاباء ديال الامور اللي كتمشي في هذا الشيء ديال النقل المدرسي كاينين، ولكن المشكل ما كيتيديروش واحد التضامن باش تمشي تهضري ولا شي حاجه، لان الاغلبيه فيهم كتعرفي ان العربيه مساكن اميين ما تعرفوش، يعني قليل اللي كيكون قاري وفاهم، يعني ما كيعرفش اصلا كيفاش غادي يمشي يهضر مع هذه الجمعيه. وحتى الجمعيه ما كتعطيكش وقت، واخا انت كتمشي تطرحي شي مشكل ما كيعطيكش وقت، هذا هو المشكل الكبير. ولكن حاليا المشكل ديال الضوء بدا كيتحل نيسابو لينا الضوء داكشي، ولكن باقي الانقطاعات مرات عاد بغينا نشارجيو التليفون ما جبرناش فين نشارجيوه، يعني خص حشومه حنا في هذه الوقيته هذه، والضوء باقي كيتقطع والوليدات كيقراو، يعني دابا كلشي ولا بالضوء، يعني راه حتى الماء اللي بغيتي تطلعوا راه خصك يعني تطلعوا بالضوء. النيوز جات تكلمنا على الماء، واش عندكم الماء متوفر هنا في المنطقه ولا في القريه؟ الماء اللي كاين هنا الابر اللي كنحفروه بيدينا، ولكن مؤخرا هاد 3 سنين ولا 4 سنين الاخرى ضرينا بزاف الجفاف، راكي عارفه الجفاف، وما كاينش دعم، يعني دعم ديال الدوله كنسمعوا به، ولكن ما كنتوصلوا بتا شي حاجه، ما كنتوصلوا وحنا في المجال الفلاحي، يعني ما كيكونش شي دعم ضروري، خص المسؤولين يخرجوا يشوفوا الناس الفلاحه المتضرره، الناس شو واقع عليهم، يعني كاين اللي كتمشي ليه الملايين، حنا منهم عملوا وراه الملايين مشات لنا، ما كاين حتى شي دعم، ما كاين حتى شي مراقبه، ما كاين حتى شي مسانده، كضطري انت كتوقفي من دوا جديد. وكان وقع لنا مشكل بان عام الاول مشات تقريبا راه قريب 20 قطار ديال الضرات تحرقات لان الابر وقعوا،
وكحوا ما حتى الماء باش تشربيه بصعوبه باش ولينا كنطلعوا باش نشربوا. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الامور تبدل. انت يعني كامرا في المنطقه يعني شنو اللي كتشوف باقي ناقصكم باش يعني هذه القريه دي تكون كامله مكموله؟ اش غادي نقول لك، بزاف. كل ما قربوا لنا المرافق الضروريه بحال السبيطارات بحال المدارس بحال التعبيد ديال الطرق غتكون احسن، لان حتى دابا منين هذه القريه ولات معروفه خاص القريه ولات معروفه يعني غتكون السياحه يعني كل ما كانت الطرقات مصيبه معبده غتكون السياحه اكثر، غتكون لان كاين حاجه تنتجيتي حاجه زوينه ما تشاف، ولكن المشكل ما معروفاش يعني كيف ما كيفش بغيت نقولها لك يعني بحال الطرقات اللي كيكونوا مدخلين يا ريت كون كانوا دايرين شي هذوك لي بانو هذوك تولي معروفه يعني بحال هذاك لاغوت بيننا وبينهم قلت لك لاغوت ناسيونال ديال طنجة بيننا بينهم 3 كيلومتر وانت دابا دخلتي منها يعني ما كاينش شي حاجه كتدل بان كاينه قريه هنايا. ماشي حنا كنسولوا الناس يعني واش واحد دوار الشينوا واحد حتى وصلنا عندكم حيت هي السياحه الجبليه الدوله ما شافهاش الاتجاه يعني السياحه الجبليه يعني عطات الاكل ديالها وما بقاش يعني حنا كنعرفوا التراجع ديال المجال الفلاحي يعني خص بدائل خص هاد السياحه الجبليه والظل اللي كتدخل في الاقتصاد التضامني يعني كنشوفوا على عباره على دور الضيافه على يعني مأوي سياحيه. دابا انتم عندكم هنايا بزاف ديال الحويجات اللي يقدروا يجلبوا السائح، واهم حاجه عندكم بغض النظر على الطبيعه على يعني البلاصه منوره تبارك الله كلها مخضره وهذا، عندكم الاكل، الاكل الاسيوي اللي ولا كيعرف واحد عنده واحد اقبال كبير عند العالم كامل وعند حتى المغاربه. دابا ولينا كنشوفوا يعني محلات كيتفسحوا ديال الاكل الاسيوي اللي ولات عنده واحد الشهره واحد يعني انه لذيذ وفيه يعني كيستعمل المواد الطبيعيه وهذا، يعني هنا ما فكرتوش تعملوا هذه المساله هذه ديال انكم تعملوا مثلا شي مطاعم هكا ديال الاكل الاسيوي شي حاجه هكا يعني اللي ممكن انها تجلب السائحين عندكم، لان انا متاكده لو كون السياح يعرفوا هاد سواء ديالنا ولا ديال برا غادي يبقاو يجيو هنا. الحقيقه هاد الفكره طرحات ما بين العائلات من بعد التدشين ديال هاد الباب، الفكره مطروحه حيت دابا كنشوفوا غير الوقت المناسب و باش تبغي دير واحد الموقع سياحي اولا كتطلب اجراءات قانونيه بزاف وكتطلب راس مال كبير راكي عارفه يعني، ودابا مازال دابا الابناء ديال هاد الضيعات هذه ما عايشينش كلهم هنايا، هما عندهم لي بروجي ديالهم في المدينه كاينين، راني عطيتك معلومات عندهم لي بروجي ديالهم كاينين، ولكن هنا حاليا مازال ما مرصوش على واحد الفكره شنو غادي يديروا، هما دابا دايرين في بالهم باغيين يديروا منتجع سياحي، باغيين يديروا منتجع سياحي وكيشوفوا شنو هما عارفين الاجراءات القانونيه الرخص وداك الشيء، لان هاد الضيعات هذه هي هبه ملكيه معطيه من الدوله من جلالة الحسن الثاني هو اللي عطاها هبه ملكيه، يعني ما يمكنلكش ديري واحد الحاجه منك راسك، هذا خص الاستشاره خص الرخصه يعني خص، ولكن يعني مشروع بهذا الشكل اللي غادي يكون اضافه لكم نتوما اكيد غتلقاو تسهيلات ان شاء الله من عند الجهات المختصه، يعني غادي تمشيو تسولوا ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله تلقاو الحل. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى، دابا خص الابناء ديال هاد الضيعات هما اللي غادي يشوفوا الفكره وغيشوفوا شنو هي الحاجه اللي اصلا باغيين يبداو بها، وكنتسناو الطرقات يعني كل ما كملت الطرقات بالتجهيز ديالها كيكون عندك تسهيلات كبيره، لان دابا واخا يجي عندك شي خاص طرق باش يوصل شحال ديال البلايص واعرين في عندنا ولكن ما كيوصلولهمش الناس لان ما كاينش طريق. كنت كون حضرتي نهار ديال التشيره القوات اللي كانت هنايا، لان كانوا جاو السفراء جاو وفود جاو صحابه جاو شو سميتو كتاب كبار جاو سفارات جاو عتي كانت واحد جاو نشاطي نقول لك، لان كيشوفوا الحاله ديال الطريق صعيبه صعيبه بان شخصيات كبيره باش تدخل عندك هنا لابد راكي غتعرفي خاص هذاك الشخص يكون منظم، ماشي حنا دابا طرحنا الفكره ونتسناو يكون خير ان شاء الله. لا حكيمه انت من السكان يعني ديال هذه القريه الفيتناميه، بغيت غير نعرف يعني قبل ما نبدا ندردش معك وقتاش جيتي هنا واش يعني تزاديتي هنا اولا تزاديتي في الفيتنام وكيفاش يعني جبرتي راسك في هذه القريه؟ انا بنت هاد الضيعه، أنا بنت هاد الضيعة وبنت الجندي عبد القادر رشدي رحمه الله وبنت فام تيهاب رحمه الله الوالدين ديالي بجوج، تفهموا أنه أنا تزاديت في هاد الفيرما تزاديت في 74
تزيدت في شهر 11/74 في هذه الفيرما، وكبرت هنا وطرعت رعت هنا وقريت هنا، وكنت غبت على هذه الفيرما تقريبا شي 3 سنين. مشيت درت واحد الدراسه درتهم وكملتهم، ولكن بالحكم الوالديه ديالي الصحه ديالهم كانت على قد الحال اضطريت نرجع. فاش رجعت هنايا صافي كتاب تزوجت هنا، استقريت بصفه دائمه هنايا وولدت وليداتي هنايا. وحاليا واخا توفوا عندي توفوا لي والدي، انا هي حنا العائله الوحيده اللي توفوا لها والديها بجوج وخمسه الخوت، فهادو من هنايا صافي استقريت هنايا. حياتها هي دابا هنايا، حتى هي تدي مول امان امان. مغربيه 100%، مغربيه فيتناميه يعني فيتناميه. حكيم الله يعطيك السر، غير بالنسبه للوصفات انتوما اللي معروفين بها في الفيتنام، يعني واش يعني قدرتوا انكم توصلوها للمغاربه وكذلك تعلموا انتوما الطبخ المغربي، يعني كيفاش قدرتوا تنسجموا معاهم؟ حنا كنعرفوا الطبخ ديال الفيتنام ماشي سهل. الطبخ ديال الفيتنام ماشي سهل، هو سهل وماشي سهل. هو سهل في التوقيت لان دغيا كيوجد، وماشي سهل بالنسبه لشي واحد اللي ما متعودهاش. بالنسبه حنايا ابناء الفيتناميين متعودين بزاف، وتنطيبوها دائما، تنطيبوها في الدار ضروري. ما كيكون تجمع عائلي ولا بعض المرات تغيير ولا شي حاجه ضروري. الاكله اللي مشهوره عندكم بزاف الاكلات مشهوره، ولكن فين ما كتلقاي سميت لينام بحال بريوات مغربيه، ولكن هي فيها مواد فيتناميه وفيها بحال العطريه اللي كنستعملوا حنايا، هما كيستعملوا داكشي طري بحال حنا السكنجبير بحال شو سميتو، هما هذاك الشيء عندهم طري كيخدموه طري. وعندهم التوقيت ديال الطياب ضروري، التوقيت ديال الطريب داكشي كيبقى كوكو عندهم، ماشي بحالنا حنايا هكا كتصرفي حنايا كتستعملي الكوكو كتستعملي كتستعلي، هما لا، يعني الطياب ديالهم ما كتفوتش لي بلا ديالهم، ما كتفوتش واحد 15 دقيقه تلقاي البلا واجده. عندي عندهم هو واحد الحاجه هما ما تيبغوش ياكلوا شي حاجه طايبه فيها الطياب، يعني كتاكلي كتحسي بهذاك الكروكون ديالها باقا في فمك. هذا هو اللي زعما وفين ما مشيتي حقا يوميا، فين ما مشيتي ضروري كتلقاي واحد البلا، هي تصايبات في الغداء هي تصايبات في العشاء. نمو مول فين ما تيقدروش ياكلوا بحالنا حنايا، بحال كتاكلي انت الخوز ولا كتاكلي شو سميتو، لا ما يقدروش. حكيمه رشدي شكرا بزاف، ونخليك انت عندك موعد مع الطبيب، وان شاء الله نرجعوا نلقاو يعني القريه زاد الزيان على هكا، ويكون شي منتجع سياحي ان شاء الله يا ربي اللي غيكون يعني غيزيدكم يعني شهره، ويمكنكم واحد المدخول ان شاء الله اللي غادي يعاونكم على العيش هنايا. صوت البادية